بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ومولانا ورازقنا من الشاهدين، وبما أنزل وأوجب غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على نبيه وحبيبه محمد وعلى آله وأصحابه وأجمعين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا من صيام رمضان وقيامه، اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا من صيام رمضان وقيامه، ولك الحمد على ما وفقتنا لختم القرآن، ولك الحمد على ما وفقتنا لختم القرآن وقراءة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد ما خلقت في السماء، ولك الحمد عدد ما خلقت في الأرض، ولك الحمد عدد ما خلقت بينهما، ولك الحمد عدد ما أنت خالق. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالصيام، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. سبحانك رصدت أمننا، سبحانك جمعت فرقتنا، سبحانك جمعت فرقتنا، سبحانك أظهرت أمننا، سبحانك كبت عدونا، سبحانك من كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد حمدا كثيرا، ولك الحمد بجميع المحامد. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لا رب سواك، ولا أحدا غيرك نرجوه. سبحانك يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان، أو تقديم كلمة عن موضعها، أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان. اللهم تقبله منا تاما مباركا يا رب العالمين، وارزقنا حق من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان. اللهم هب لنا به الخير والأمان، اللهم هب لنا به الخير والأمان،
والصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم شفيعا لنا، اللهم اجعل القرآن الكريم شفيعا لنا ونورا لنا وهداية لنا وأمانا لنا. اللهم اهدنا بالقرآن الكريم، وارفع درجاتنا بالقرآن الكريم، ووفقنا لما تحبه وترضاه بحق القرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن الكريم شفاء لنا، اللهم اجعل القرآن الكريم شفاء لنا ودواء لأسقامنا، وممحصا لذنوبنا، ورفعا لدرجاتنا. اللهم ادخلنا الجنة مع القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن. يا ذا الفضل والإحسان، يا ذا الجود والكرم، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في القرآن الكريم، واجعله لنا نورا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله لنا نورا وهدى يا رب العالمين. اللهم اعطنا خير القرآن، اللهم كل من حضر ختم القرآن فاجعل له من هذه الليلة المباركة نصيبا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في ليلتنا هذه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وباسمك العظيم الأعظم وبأحب الأسماء إليك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. يا الله يا الله يا إلهنا يا ربنا يا مولانا يا خالقنا يا خالقنا، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا وضعفنا ظاهرين بين يديك، فأقبل اللهم بوجهك الكريم علينا، ولا تخيب فيك رجاءنا يا رجاءنا، اعطنا سؤلنا، استجب دعاءنا، اغفر لنا ذنوبنا.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا في ليلتنا هذه وفي ساعتنا هذه وفي مكاننا هذا. أنت تعلم يا الله يا الله يا أرحم الراحمين، ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن المذنبون، نحن المذنبون، ونعلم أن لنا ربا غفارا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يا واسع الرحمة ارحمنا، يا واسع المغفرة اغفر لنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم برحمتك العظمى توفنا مسلمين، وبكرمك ألحقنا بالصالحين، ولا تخيب رجاءنا فيك يا كريم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ويسر اللهم لنا أمورنا ولا تعسرها، بفضل وجود وكرم منك يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا رحم الفقراء والضعفاء والمساكين. ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وخذ بأيدينا إلى كل خير، واعصمنا من كل شر، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا ومستقرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. نسألك خير هذه الليلة، نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إن كانت هذه الليلة ليلة القدر، وأعطيت فيها عبادك من الخير والبركة والرزق، فاجعل لنا منه أحظ النصيب يا رب العالمين، فاجعل لنا منها الحظ والنصيب، فاجعل لنا منها الحظ والنصيب يا رب العالمين. وما كان في هذه الليلة من شر وفتنة فابعدها عنا يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. نسألك يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، أن تغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا.
لأحبابنا ولأزواجنا ولإخواننا ولأصدقائنا ولذوينا يا رب العالمين. اللهم اعتق خير ختمة القرآن لكل من حضره وسمعه ورآه. اللهم اعطنا خير الدارين يا رب العالمين، خير الدنيا والآخرة. اللهم علم أولادنا القرآن، اللهم علم أولادنا القرآن والحكمة والسنة والإيمان. اللهم اجعل أولادنا خيرا منا يا رب العالمين. بارك اللهم فيهم، بارك اللهم فيهم وفي صحتهم وفي دراستهم، وفقهم بتوفيقك وأيدهم بتأييدك، وأعنا وأعنهم على طاعتك، واعطهم محبتك ومحبة رسولك صلى الله عليه وسلم، ومحبة المؤمنين الصادقين من عبادك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا قوي يا متين يا خالق يا رازق يا قادر يا مقتدر يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ألطف بين الليلة يا الله، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، فإنك على كل شيء قدير، فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى وأنت نعم النصير. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك من لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا إله إلا أنت سبحانك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك العلا من الجنة، اللهم إنا نسألك العلا من الجنة، ونسألك مصاحبة حبيبنا محمد في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك أن تردنا حوضه، وأن تسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نضمع بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه في مستقر رحمتك كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله برحمتك يا الله يا الله. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم رد المسلمين إلى رشدهم، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد كلمتهم على الحق والدين،
وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا رب العالمين، وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم انزل علينا رحمتك وعلى قلوبنا سكينتك، اللهم انزل على قلوبنا سكينتك، اللهم اشف قلوبنا من جميع الأمراض، اللهم نجِّ قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن كل عمل يخالف القرآن وشريعة الإسلام، اللهم نقِّ قلوبنا من الحقد والحسد والبغض والمعاداة، واجعلنا في هذا البلد إخوانا على سرر متقابلين، اللهم زدنا من فضلك ولا تنقصنا، اللهم أعطنا من فضلك ولا تنقصنا، اللهم إنك تعلم ما نحن في حاجة إليه فأقض حاجاتنا الليلة، اللهم اقض حوائجنا الليلة واعط لكل منا سؤله واستجب دعاءنا يا رب العالمين، اللهم افض علينا من خزائنك يا الله فإن خزائنك ملأى لا تنفذ يا الله، الخير كله بيديك والأمر كله إليك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ونفوض أمرنا إليك أنت البصير بنا يا الله يا أرحم الراحمين، اللهم كل إخواننا المعسورين المظلومين المضطهدين في دينهم ووطنهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم مؤيدا وناصرا يا الله في جميع الأرض يا الله، وخصوصا في الشام والعراق واليمن وفي فلسطين وفي أفغانستان وباكستان والهند وكشمير وبرما وفي سريلانكا وفي الصين وفي جميع بلاد المسلمين، اللهم انصرهم يا الله، إنهم ضعفاء فقوهم يا الله، إنهم مرضى فاشفهم يا الله، إنهم جوعى فاطعمهم يا الله، يا الله يا الله أنت أعلم بهم منا يا الله، وهم عبادك يا الله أنت أرحم بهم يا أرحم الراحمين، اللهم عجل لنا بنصر الإسلام، اللهم عجل لنا بنصر الإسلام، وأرنا وجه الإسلام الصحيح في حياتنا يا رب العالمين، اللهم بارك لنا في القرآن الكريم وارزقنا من كل حرف قرأناه حسنة
ومن كل سورة سلامة، ومن كل جزء جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالحاء حكمة، وبالخاء خلانا، وبالدال دنوا، وبالذال ذكاء، وبالراء رحمة، وبالزاي زلفة، وبالسين سناء، وبالشين شفاء، وبالضاد ظفرا، وبالطاء طهارة، وبالظاء ظفرا، وبالطاء طهارة، وبالعين علما، وبالغين غناء، وبالفاء فلاحا، وبالقاف قربة، وبالكاف كفاية، وباللام لطفا، وبالميم موعظة، وبالنون نورا، وبالواو وصلا، وبالياء يسرا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اختم لنا برضوانك والعتق من نيرانك، اختم لنا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا الليلة بخاتمة السعادة أجمعين، واجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أيامنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعد علينا رمضان ونحن في خير وعافية وصحة وسلام، أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، والمسلمون في صحة وعافية وسلام وفي أحسن الأحوال. اللهم غير أحوال المسلمين إلى أحسن الأحوال يا رب العالمين. اللهم وفقنا لطاعتك ومحبتك وما تحب وترضى. اللهم بارك في هذا المسجد، اللهم بارك لنا في مسجدنا هذا وفي مكاننا هذا، ووفقنا فيه لطاعتك ومحبتك وما تحب وترضى. اللهم بارك في إخواننا الحاضرين الذين حضروا ختم القرآن، بارك فيهم واحدا واحدا، بارك في إيمانهم، وبارك في أولادهم، وبارك في صحتهم، وارزقهم الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. الله أكبر.